يوم. ما انا نشاور في كل العام مثلا زعيفة. اذا هاي عامل اذا زدت ازوت كثير اذا نترات ايه نترات اذا زدت نترات بتطلع ورق خيي صارت ضعيفه يعني كله هو ميزان ميزان هلا بجوز انا بكره نصفي نشوف انه زيد ازوت لهالوقت بعد هالوقت بدنا نزيد بوتاس فوسفات فوسفات وبوتاس تتمر وتعبي تترات البوتاس تتعبي والحبه تصفي كبيره هلا يعني انا مثلا بعد طلع 7 طن بالهكتار 900 كيلو معناتها الحبه سبلي مليانه 40 42 حبه مزبوط. فيها وتقيله صفت بس تدعمها ما في مزبوط شجره التفاح بتحط طلع ايمو لا هاي فراس حط له حط له شيء غزيها من تحت بس هي تخلي الجزء تبعينا يحمي ما تضعف هذا اللي بنتع... يعني هذا هلا اللي عم نعمله هلا الاصناف اللي قلت عنها انا معها هلي ما انا شغلتك هي شغله مركز الابحاث دائما نجربوا اصناف جديده هلا كانت ايكاردا شغلتها سبع اصناف جديده صحيح هلا انضربت هلا على كل سنتين انضربت ايكاردا يعني ما مع حقول التجارب تبعينا والانتاج كان اصناف جديده وين كانت؟ بسوريا بسوريا هلا ما هلا سرقوها كلها ما في شيء صار منو على الارض بس ما فيها شيء ما حدا فيه يفوت صحيح وكل علماء وكل خبراتهم فلوا صار مقسمين بين لبنان الاردن ومصر لكن معنا النام هلا اصولا نحن هون بين ايكاردا تربو ولاري اصولا نبلش نبحث نحن عن اصناف جديده وصلنا اللي طلع معنا بزمان طلعنا النجاح بالجامعه الامريكيه طلع معنا عده اصناف تحسني بس ما اللي نوقف هون انا معك ما اللي نوقف هون ليه نوقف ندور نطور نطور تنكون مستعدين تنكون مستعدين مشان المستقبل هلا عنا مي بجوز بعد سنتين هلا السنه بلش عندنا منيح ان شاء الله تكمل صحيح ان شاء الله تكمل ايه صحيح مين مين كان ناطر 100 مليمتر مضبوط ب 5 ايام بالوقت المناسب صحيح مضبوط الوقت اللي انت عايزه لو اللي هو في الأرض